ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد مواضيع بكل تواضيع. احنا بمدينة جديدة بالضبط مسرح عفيفي لتغطية واحد المسرح المحبوب هو مسرح الطفل، وتتشوفوا معنا أجواء هذا العرض. أجوا معايا. اختار هذه الفرصة هذه بالنسبة للتدشين إعادة النفس للمسرح عفيفي بتتويجوا مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الثقافي. هذه الأنشطة هذه الممتدة اليوم حضرنا لواحد اللقاء مخصص للأطفال، عبارة عن عرض مسرحي، عرض تنشيطي لفائدة الأطفال، عرض صباحي ومسائي. عرف مجموعة من الأنشطة الترفيهية اللي راقت للأطفال. كنتمناو مستقبلا ان هذا الزخم ديال الانشطه الثقافيه انه يمشي بهذا الاتجاه هذا، باعتبار ان الاطفال في امس الحاجه لهذه الانشطه الثقافيه وتعرف واحد التنوع. عرض طبيعه الحال كان في متناول الجميع وكان غني بالانشطه، طبيعه الحال راقنا جميعا، وكنتمناو انه يكون اغناء الصبحيات بهكذا أنشطة. أنا عجبني هذا العرض، وهذا عرض شيق للأطفال، فيه كيفرغوا كاع الطاقات السلبية اللي دوزوا في الأسبوع كامل، وكنتمنوا من المسؤولين على هذا الأنشطة يديرهم كل أسبوع إن شاء الله، باش الطفل يفرز المواهب دياله بلا ما يدير في شي حوايج غير صالحة ليه. وشكرا. العرض هذا شيق بالنسبه للاطفال الصغار، كنجيبوهم كل احد ان شاء كل احد كنجيبو الوليدات ديالنا باش ما يخرجوش الزنقه، باش يستافدوا ويشوفوا عروض جيده وكيبسطوا وكنديوهم في حالاتهم. المهم على اي العروض زوينه بالنسبه للوليدات والاباء، تما راه كيجيو تما كيتنفسوا، رغم ذلك كيجيو كيتنفسوا الاباء تما مع وليداتهم. لا، واحد العرض شيق جدا بالنسبه للاباء، عرض مضحك نشيط، والحمد لله الاجواء مزيانه وداز في ساعه جيده. كنتمنوا يكون ديما لانه شيق، وكيجيو الوليدات صغار كيتنفسوا وكيجيو معاهم حتى الاباء ديالهم تما كيجيو كياخذوا واحد الاستفاده كيستافدوا. اولا بسم الله، السلام عليكم. كان عرض هائل ممتاز، زعما في متناول، تبارك الله الوليدات ناشطين وفرحانين ديال الجديده، ونتمنوا يبقى يتعاود هذا العرض ديما، والوليدات راه كيستافدوا في شويه ديال الثقافه، شويه ديال الضحك، ابتسامه للوجوه العائلات والوالدين ديالهم، والحمد لله داك الشيء بدا يز بخير وعلى خير، الله يسهل ويجيب التيسير. كنتمنوا ان شاء الله الحمد لله داك الشيء مزيان، الدراري ناشطين، وداك الشيء هذاك الشيء اللي بغينا حنا، الوليدات يكونوا ناشطين وديما وكيزيدوا شويه الاستفاده، ونتمنوا لهم التوفيق. الحمد لله كانت شويه ابتسامه، ضحكنا مزيان وداك الشيء، الدراري ضحكوا، دازوا الكبار تا هما ضحكوا شويه، وراه الناس كلشي ناشطين وبخير وعلى خير.